خلطوا معاه للتسعة غير أربعة. صباح الخير، إن شاء الله نهاركم مبروك أنتم الكل اللي خلطوا علينا توا. مرحبا بكم في برايم تايم، معكم نحن للعشرة متاع صباح. وقيت ميساج أنفويه. ميساج أنفويه. العنف يولد العنف والقضاء عليه واجب. ديما نتحدثوا على مكاسب الثورة وإيجابياتها السياسية والحرية وضمان حقوق كانت معدومة في عهد سابق، لكن فما جانب آخر نعاينوا فيه سلبي قاعد يزيد كل يوم، هو العنف بمظاهره الكل من 2011 وإحنا باهتين في التحولات اللي يعرف فيها المجتمع. نجم نقولوا البداية كانت بالتطرف والبوليس الديني اللي وصل حتى للإرهاب وحمل السلاح ضد الدولة، العنف في المقاهي، في الكياس، في الملاعب، في الطريق، الناس الكل على عصابها، مسوا يكثر حسوا يا لطيف. العنف نلقاوه في الفيسبوك خاصة في التعليقات اللي تبهت ساعات، كيفاش شخص يقدر يخرج من فمه كمية قلة لحية والكره هذيك، وكيفاش عنده 30 ولا 40 سنة عايش معانا في المجتمع. الفيسبوك ظهر درجات لا متناهية من العنف عند التوانسة وخليهم يتنافسوا في المسألة هذه، فوليت عندك إحساس أنك في بطحة متاع سبان وشرين شبوك وعارك. من مظاهر العنف زادة البركاجات واللي ولينا نسمعوا عليها في حكايات ما عندها حتى علاقة بالإنسانية، هو ظن طفلة مقصوصة، هو وجه محلول، هو معتدى عليه بيت في الكوما، جرة الاعتداء وغيره وغيره. البركاجات ولات أسهل خدمة بعد اللي عقاب متاحة إذا كان ثبت باش يكون حكاية فارغة، ونفس المجرم باش يرجع لصنعته أول ما يخرج. فنداء بلاهي إلى التجديد في العقوبة والمشرع التونسي أو المسؤولين، ويجب تكون من أولوياته. وبالله زادة لجماعة الحقوق والكلفازات واللي يقولوا تجديد العقوبة ما ينقصش من الجريمة، نقول لهم عاونونا بسكيتكم خير. العنف أسبابه كثيرة، وبطبيعة الفضاء هذا لا يسمح لعرضها كلها. في الحقيقة الدولة يلزم تتجند وتجند الخبراء لدراسته وخلق حلول للتنقيس منه والقضاء عليه. رانا عايشين في مجتمع تلميذ في السنة الثامنة من التعليم الأساسي يشلط مدير مدرسة ويحلوا 12 غرزة في وجهه، وين ماشيين؟ حتى التو قديش من حيط دخلنا فيه وإحنا غاطسين في مستنقع سياسي لإليه أول من آخر، وإحنا من عركة لعركة سياسية نسيتنا في مجتمعنا وقضايانا الأساسية. العنف بأنواعه ماشي يتطور ويكبر ويصعب علينا وتعبنا في عيشتنا، ويجب علينا مقاومته ومحاصرته قبل بطبيعة وقبل هذا الكل يجب دراسته والوقاية والتنبيه منه، لأن تونس يلزمها ترجع بلاد الأمن والأمان كما كانت.